الاخيره. قبل ما نبداو نعلنوا على الدباره نتاع اليوم في جو رمضان. مرحبا شيف، شو احوالك؟ لاباسه؟ الحمد لله. قاعدين نمشيو في خطى ثابته على العيد وما عادش فما لا شخان فطر ولا شربه وبريك. ما عادش والله. اليوم شنو اللي باش نطيبوا؟ انا شفت اسكال في ايطاليا سي سور. لكن قبل باش نقعدوا مع الشربه، والشربه اللي هي باش تكون الشربه باش تكون سوب دو مايس. باش تكون حاجه خفيفه كما قلت انت، ما عادش لوجو على الشربه، دونك نحاولوا نعملوا حاجات اللي ما يطلبوش برشا وقت، ما يطلبوش برشا تحضير. سوب دو مايس، انا نعرف المايس عاده نشوفوها في السلاطه، اما تنرجعوا نحكيو بعد ما نشوفوا المقادير على الشاشه. باش نشوفوا بالنسبه للمقادير، عندنا القطانيه، بصل، زبده، مرقه نتاع الدجاج، سفنيريا، ملح، فلفل اكحل. دونك بالنسبه لهذيا فما سوب دو مايس وفما كريم دو مايس، الديفيرونس ما بيناتهم سهله ديجا في البريباراسيون. واحده ملحيه والاخرى لا. صحيح. واضحه العمليه. سريعه حكايه. دونك بالنسبه للسوب دو مايس، نحن اليوم مش باش نرحيوها. باش نخليوها كي سوب دو مايس. سامبل فاليو نوتريتيف ما شاء الله كبيره برشا. وما طلبش برشا وقت. بالنسبه للسوب دو مايس، انا نتصور اللي المايس حلو شويه هو في المطعم، وقت نعملوا سوب كيفاش نكثروا شويه في الملح باش نعملوا توازن؟ اوريك تي في لا سيزونمون، نشلوه قبل كل شيء. اي. من بعد نزيدوا شويه ملح كاو تو سامبلومون، حاجه عاديه. باهي. نتعداو للبلا الموالي، قاعده نشوف في رشته هكا. البلا الموالي. داكوغ، البلا اللي هو الاسكال في ايطاليا. باهي، عندنا هذاك البلا اللي من بعد، نرجعوا له شويه اخر، نعطيو الكاميرا للتومات موتزاريلا هكا. تومات موتزاريلا، خذينا شويه طماطم، الحبق موجود. الدرابو نتاع ايطاليا. درابو ايطاليا. درابو ايطاليا. دونك بالنسبه للمقادير على الشاشه، فما طماطم صغير اللي هو طماط سيريس، ترجمه مخيبه، ترجمه حرفيه، ريكومونسوز العواده. جبن موزاريلا، حبق، وزيت زيتون. هذه بالنسبه للسلطه نتاعنا كيف كيف، ما طلبش برشا وقت، سريع التحضير، خاطر ما قلنا ماذا بينا نقدموا وصفات اللي ما يطلبوش برشا وقت، ما يطلبوش برشا جهد، ما يكلفوش. وزيد توا عاد رمضان، توا تحضير الحلو العربي زاد. صحيح. دونك ماذا بيهم يقراوا سباتهم، يحضروا حاجات سهله للسخان الفطر باش ينجموا يحضروا الحلو في الليل. بالنسبه لسلاطة تومات موتزاريلا، هي من المستحسن تصير بالتومات سوغيز والا حتى الطماطم العاديه تنجم تلعب دور مهم جدا؟ اي سي ديزابل، هي احنا بالنسبه للبريزونتاسيون تاعنا خذينا تومات سوريز. مي هي بالطبيعه تجيب الطماطم العاديه الكبيره، لا لونجي ولا روند. الحبق نجم نلقاوه في لي غراند سيرفاس، موجود حتى في السوق. دايوغ برشا عباد يتسائلوا مجنينه؟ اي مجنينه، قص مجنينه. انت زير على الحبق، فما برشا عباد ماهمش زارعين الحبق، دونك يلقاوه في لي غراند سيرفاس سيغتينمون. سي بالعكس فايده به اللي ينحي ناموس الحبق. بالحق؟ والله كي تبدا فما بلونت نتاع حبق في البيت تنحي ناموس. باهي، جوست فيما يخص الحبق، برشا عباد توا يبداو يحضروا سيغتو في الصيف والا سيغتو في الشتاء زادا، في الشتاء ما نلقاوش ياسر الحبق، لكن يبداو يحضروا دي بريباراسيون في الدار، على خاطر وقت القرايه نعرفوا يمكن برشا ناس يبداو لاهين بين هزين صغارهم للمكتب وبين خدمتهم وجوجما، يحضروا كلكو صوص. من بين لي صوص اللي نجموا نحضروهم بالحبق، هي صوص بيستو. صوص بيستو ربي يا شيف، اعطيهم كيفاش تتعمل الصوص هذه، على خاطر فما برشا عباد تمشي تشريها حاضره وهي ما فماش ما اسهل منها. بالطبيعه بالنسبه للصوص بيستو، الحاجه دو باز اللي هي الحبق، بالنسبه معاها البندق، زيت، وثوم، نرحيهم كلهم بعضهم ونزيدهم الزيت، هذه اسهل وصفه. صحيح. فما شويه عباد يزيدوا شويه تومات سيشي. هذيك ما عادش تولي بيستو، ديكلينيزون تولي نتاع بيستو. داكوغ، بي دونك صوص بيستو هي حبق وبندق وزيت زيتونه وثوم وشويه ملح وفلفل اكحل بوغ لا سيزون. بوريك كيفي لا سيزون. بي بعد السلاطه وبعد ايطاليا باش نمشيو ونرجعوا ما نعرفش وين، وين باش نقراو احنا؟ هذيا باش نرجعوا لحاجه ديكلينيزون تاع ازياتيك، مادام فما سيزام اللي هو جزلان، عندنا شويه طماطم، شويه فلفل، شويه سفنيريا، شويه كورجيت. ما بين الازياتيك وما بين الطلياني. باهي. اونتي باستي دي بردورة اللي هي مكرونه بالخضره، خذينا منها هي، عملنا كومبينيزون ديكلينيزون باش نزيدوا معاها الاسكالوب. اي. وبالطبيعه بالفيرميسيل. الاسكالوب باش يكون اون فين لاميل، معناتها فين لاميل مخصوص جويد. مخصوص جويد. في وسط الفيرميسيل. مسوتي مع الفيرميسيل مع الخضره ونزيدوا ججلين.
المقادير على الشاشة كما قلت. شدوا المقادير، عندنا مكرونة، سكالوب، طماطم، جلجلان، فلفل، قرع أخضر، معدنوس، سبناخ، زيت زيتونة، وسفنيري. باهي، دونك عبارة على فيرميسيل سوتي بالخضرة ومعها الاسكالوب. هوني الاسكالوب نختاروا الاسكالوب نتاع الدجاج ولا نتاع اسكالوب دو دان ولا دو بولي؟ هو نورمالمون اسكالوب دو بولي، سوبريم دو بولي هو خير. خاطر أثرى يبدا. أي أثرى. باهي، نتعداو للديسير شيف وين نلقى الشوكولاتة اللي ما تغيب على الطاولة. إي دونك الشوكولاتة اليوم شنو باش نعملوا بها؟ باش نعملوا لي جواز. إي. عندنا كاكاو خلطناه زربنا خلطناه بشوكولاته قبل كاكاو بشوكولاته خلطناه هي صحيح كاكاو عندنا شوكولاته عندنا السكر العظم كريم فريش نشا والحليب دونك شاهدوا مقادير على الشاشه شوكولاته حليب عظم سكر ونشا بالطبيعه البريباراسيون من اسهل البريباراسيون هذوما زدنا معها بودر شونتي باش نعملوا اون سيباراسيون يعني لا كريم ولا لاموس شوكولا ولا بودر شانتي. بالنسبه للديسير نتاعنا اليوم ليكيد شويه باش يكون ليكيد تنجم تقول ليكيد تنجم تقول ليكيد واحنا نتحكموا فيه في كونسيستونس نتاعو ما نعبروا عليه شوكولا ليجوا وين نشوفوا شوكولا دو تي نلقاو لي شوكولا ليجوا هذيك شنو باش نعملوا نحن اليوم هذيك هي باهي يعطيك الصحة شيف عطيناكم كل المقادير الخاصة بدبارة اليوم بعد الكوجينة باش نمشيو بهذا محمد علي تبان محمد علي تبان في فيتنس كل مرة يجي يعطيكم مجموعة كبيرة من نصايح باش تقعدوا ديما في لياقة بدنية محمد علي وراجعين